اول شيء 51 عشان ما يعني يمكن احاول قد ما اقدر يعني الهندسه الطبيه كثير انت سمعتوا عنها حيلا راح تسأل شو هي هندسه طبيه او بيسال مثلا شو بتدرس انت بتقول له هندسه طبيه شو بيقول لك هي اول شيء معهد ولا جامعه بتقول له لا والله هي جامعه بيقول لك 4 سنين ولا 5 بتقول له لا 5 بيرد بيسالك بيقول لك ايه تمام هي اللي بتصلح فيها انتوا اجهزه بيقول له لا هي اللي احنا ما بنصلح فيها ايه في مشاكل هنا طيب هندسه طبيه من زمان هيك كان بكتب ما في عنده ادوات جيب كومبريس سنكسر نجيب مطرقة وزميل وحجر هيك صف طيب إذا بدنا نحكي لحظة تاريخية عن الهندسة الطبية أول شيء كانت من زمان الهندسة الطبية هي مفرق مستقل لحالها كانت هي عبارة عن اختصاص من السنة الثانية الأوائل اللي بفوتوا فرع الهندسة الميكانيك أو هندسة الكهرباء وقتها يطلعوا من السنة الأولى للسنة الثانية بياخذوا مثلا 10 أوائل من الميكانيك 10 من الكهرباء بفوتوهم هندسة طبية فكانت نسبة الخريجين كثير قليلة ومحدودة. بالايام اللي بعدها يعني تقريبا من شيء 7-8 سنين صار فرع مختص لحاله، ليش؟ لانه حسوا انه نحن لازم يكون في عنا فرع مستقل، لازم يكون في عنا دفعات. هلا طبيب الماضي مثل ما حكينا كان هو يساوي الادوات من ايده. يعني مثلا الطبيب نسمع نحن من ابائنا كان تجي مثلا وحده اختيارها بدها تصلح اسنان، يساوي اسنان ذهب، يدقوها دقه بايدها مثلا. ايه هلا بالحاضر لا انه صار بدهم يواكبوا التكنولوجيا ساووا حفارات اسنان في مجال مرضى القلب مثلا ساووا لهم اجهزه تخطيط القلب وهي قصص بالمستقبل انه شو بيطمحوا؟ اكثر شيء هلا بينشغل عليه هو شيء اسمه اطراف صناعيه يكون واحد مثلا فاقد ايده فاقد رجله عنده مشاكل بالقلب عنده مشاكل بالكلوي هلا نجي نحكي عنها هلا هي هدول صور لاجهزه طورتها الهندسه الطبيه هذا عباره عن جهاز تخطيط القلب جابوا مثل سلة هي كفكرة أولية، سلة نفسها اللي بتسووا فيها بالمولات، حطوا فيها جهاز تبع تخطيط القلب والجيل والإلكترودات. هذا طبعا مشفى واشنطن شو كان اسم المشفى؟ ما تمام. هلا هي كمان ردوا طوروها أكثر، حطوا لها الجهاز اس جي تبع الشاشة الديجيتال. طيب هلا الهندسة الطبية شو بتدرس؟ في عندنا كثير علوم مرتبطة فيها، مرتبطة بهندسة هواسية، مرتبطة بالمعلوماتية، مرتبطه بالطب البشري فيها مرتبطه بالصيدلي وهي احلى منهم كلهم تمام ندرس احنا علوم طبيه ندرس ماده اسمها تشريح فيزيولوجيا هي بالسنه الثانيه ندرسها بالطب البشري العلوم الهندسيه ندرس رسم هندسي ندرس ميكانيك هندسي الرسم الهندسي تقريبا شبيه بالرسم تبع العماره بحيث انه بيعلمونا شو نرسم مجسمات وهيك قصص عشان نحط مثل نموذج اولي للمشافي او الزر بنحاول نقرا مخطط مشفى او مخطط جهاز نعرف علم الحاسب والبرمجه مثل ما احنا بنعرف كل الاجهزه الطبيه الحديثه تعتمد على الالكترونات تعتمد على الترانزستورات تعتمد على المعالجات كلها هي بدها برمجه ناخذ احنا مواد بالسنه الاولى اسمها برمجه واحد السنه الثانيه برمجه اثنين في عندنا معالجه اشاره بالسنه الرابعه وفي عندنا مخابر لبرامج اسمها ماتلاب علوم أساسية مثل كل الجامعات الطبية أو الجامعات الهندسية عندنا رياضيات على 4 مراحل السنة الأولى والثانية رياضيات 1 2 3 4 عندنا فيزياء 1 و2 كمان بيدرسوا بالسنة الأولى في عندنا كيمياء حيوية هي بتدرس كمان بالسنة الأولى هي لها علاقة بالصيدلة مثل ما قالت ديما مادة صعبة يعني نوعا ما بس ممتعة العلوم التخصصية في عندنا بتبلش من السنة تقريبا الثانية ناخذ كم ماده تخصصيه بالسنه الثالثه والرابعه والخامسه بنفوت اكثر من مواد تخصصيه مثل في عندنا مواد لها علاقه بالمواد الطبيه الحيويه عشان اذا بدنا ننتج جلد صناعي في عندنا علم السوائل والتحريك عشان توازن السوائل في حال كان جهاز بيعتمد على السوائل في عندنا الميكانيك الحيوي اللي بيدرس اليه الجسم بالحركه مثلا اذا بدنا نستبدل له مفصل ركبه بدنا نستبدل له مفصل كتف هيك قصص وفي عندنا كمان هندسه مشافي مواد اسمها هندسه مشافي 1 و2 واطراف صناعيه هلا مثل ما قلنا نحن اكثر شيء العالم بتفكر انه الهندسه الطبيه لها علاقه بس بالاجهزه الطبيه وصيانتها بس هالشيء خطا يعني نحن لنا علاقه باداره مشافي من حيث ابرام عقود تبعات الصيانه انه نحن بنعرف خصائص كل جهاز اذا تعطل في شيء قطعه نقدر نتواصل مع الشركه تبعه نقدر نفهمهم شو الغلط او هيك قصص
أطراف صناعية والأعضاء الصناعية، في فرق طبعاً بين الطرف الصناعي والعضو الصناعي. مثال على أطراف صناعية مثلاً الإيد، إذا مثلاً كانت مقطوعة ومكتورة من الأذن فهذا اسمه طرف صناعي. أعضاء صناعية مثل قلب صناعي، كلية صناعية أو قصبة أو أي قصص. في عندنا هون مثال العين الصناعية. هلا إذا واحد فاقد بصره اكتشفوا أو مو اكتشفوا يعني قدروا يطلعوا جهاز يساعد على الرؤية، هو ما حيخليه يشوف 100%، بس هو حيخليه مثلا يشوف عدد محدود من البكسلات. يا اما بتكون هيك على شكل كره مثبت عليها شريحه وبيكون جوا، بما انكم كلكم عندي بتعرفوا انه في عندنا عصب بصري جوا، بيكون مثبت عليه حساسات. هي الشريحه بتحلل الاشاره اللي جابتها بتحولها للغه 0 1 بتبعتها للحساسات الموجوده على العصب البصري، العصب البصري بيبعتها للدماغ بيحللها. هي هون مثلا مثال عن الرئه الصناعيه، هي من الاعضاء الصناعيه. هون هذا مثال عن الاطراف الصناعيه، هذا شخص مكتوره ايده من هون، ركبنا له مثل حساس عند النهايات العصبيه وبياخذ اشاره هو من هذا الطرف، بحيث هذا الشخص شيء انه بعد تنبيه الايد مثلا تتحرك تقلب تروح يمين شمال. حتى هون استخدموا الجلد الصناعي، بما انه رايح هي ايده قدروا يقاربوا اللون الجلد الصناعي من لون ايده وركبوا له اياه. هلا وين بيشتغل المهندس الطبي؟ يا اما بيشتغل بمشافي مثل ما حكينا بالعياده عشان نجهزها بالمعدات الاجهزه، يا اما بنشتغل بشركات طبيه، بس طبعا ما بنشتغل بشركات طبيه مثل ما بتقول كل العالم انه بيع وشراء مثل ما مسوى اول للصيدلي. لا، الشركات الطبيه هو بيتعامل مع طبيب او بيتعامل مع مركز صحي. انا مثلا بدي اقنعه يشتري جهاز ايكو، بدي اورجيه شو في ميزات، بدي اورجيه شو في شغلات جديده نزلت فيه، او بمراكز بحث. مراكز بحث يا اما بحال تطوير جهاز ما بالشركات الطبية، أو إذا بدنا نشتغل أو إذا بدنا نقعد بالجامعة بحيث إنه ندرس وهي قصص. هلا مثل ما قلنا عمل مهندس طبي بتعلق بتخصصه، نحن ما في عندنا تخصص السنوات الخمسة، من الأولى للخامسة بيضل هذا كله اسمه مهندس طبي، بيتخرج بإجازة هندسة طبية. بعد ما خلص 5 سنين في عندنا كذا اختصاص، بينات الأطراف الصناعية وإدارة مشافي. وين هاي السنة؟ شو في عندنا كمان؟ نمزج اطراف اداره المشاكل. تمام. ايه انا بطمح، ما بعرف يعني اذا في كمان غيري بيطمح، انه يصير في عندنا كمان تعاون مع قسم اسمه الذكاء الصناعي، هذا موجود بالمعلوماتيه، هو كثير بينعنى بالاختصاص تبعنا. هلا حاورجيكم شويه لصور اجهزه طبيه. هلا اول شيء هذا الجهاز تبع مثل السماعه الصناعيه، بيكون هون في مشكله مثلا بالالزهايمر ما اعطينا الاهتزاز، بيقدر يعمل الاهتزاز. هذا الجهاز اسمه نظم خطة قلبية، هيك هالقد تقريبا، بينفتح الصدور بينحط فوق القلب، هذا عشان يعطي الدفعة العصبية المنيحة على القلب في حال كان في عنده اضطرابات. هذا الجهاز هلا بيسا كمان عنا هو واحد ثاني مع الكلام كمان. هذا الجهاز جهاز حقن انسولين، في كثير مرضى انسولين تختلف درجات المرض تبعهم، في منهم مثلا بياخذوا حب عشان ينزل ضغط، في منهم بياخذوا حب عشان ينظم سكر، في منهم حالتهم بتكون شديدة وهي كثير بنشوفها مثلا من مرضى سكري الشباب انه بحاجة لياخذوا انسولين نظامي وغير نظامي يعني. فهذا الجهاز بدل ما عندنا نضل عم يشككوا بحالهم، هذا الجهاز موصول شيء انه بيضغط ضغطة لحاله بلقم الدم من الانسولين. هذا القلب الصناعي وتركب في عدد كبير من الدول الاجنبية. هذا جهاز ثاني، هلا هدول الجهازين بيستخدموهم بكثير من الاحيان بعمليات قلب المفتوح، وقت شخص بدهم يمولوا قلبه مثلا او يشغلوا في شغله بدهم يوصلوا لجهاز القلب المفتوح. فهذا جهاز قلب صناعي، هذا جهاز رئه صناعيه. هدول بيثبتوهم مع الجسم بيوصلوهم عشان ما يقطع عنه لا الاكسجين ولا يقطع دوران الدم. اخر شيء شكرا احسن متابعتكم، في مقطع فيديو بس صغير بدي اورجيكم اياه بلخص كل هالحكي.
Thank you.